صباح الخير، صباح النور، صباح الياسمين. الإطلالة ديالي اليوم غادي تكون من مدينة إيمون سركندر. هاد السونتر اللي خدينا حنايا ها وجه حدا الجبل، وانتم شوفوا هاد الطبيعة كي دايرة. مناظر جميلة. هنا اللي بغى يريح الاعصاب ديالو واللي بغى الراحه النفسيه يجي لهذا المكان. هنا كاين هاد لي بانغالو، كاينين غير في الطبيعه. هذا الداخل ديالو نوريكم شويه كي داير. شوفوا دايرين غير الجبال هنايا بهاد البلاصه اللي حنا فيها، هانتوما كتشوفوا الجبال دايرين من كل ناحيه. هنايا لا بيسين، ومن الجهه الاخرى ما مشيتش ليها كاينين الملاعب ديال الكره وديال الباسكت. دائما مع الجبال. يعني هنايا واحد الهدوء، واحد السكينه ما تلقاهاش في المدن الكبرى. اول مره كنجيو لهاد المدينه ديال إيمون سركندر. هنا خرجنا سميتو للشارع، هي مع 11 د النهار ما كاين حتى حد. هنا في الطريق ديالنا لقينا هاد الجوجات ديال ديك الدار تاع عيلي. ومن الجهه الاخرى هنا المعمل ديال عين سلطان، يعني الماء ديال عين سلطان هنا كيتصايب في هذا المعمل هذا اللي هو في مدينه إيمون سركندر. شوفوا هاد الديور هادو مصايبين بالاحجار، يعني زوينه، واحد المنظر هائل هنايا. دائما كنصور لكم هاد الشكل ديال الديور اللي كاينين هنايا. كيديروا دائما هذاك السقف مايل على ود الثلج لان كيهبط هنايا الثلج. وهاد المنطقه جات عاليه، يعني ملي كتكوني غادا بالطوموبيل بحال كطلعي في الجبل ماشي كتهبطي. شو الدنيا كي دايره. وهاد الغابه هادي جات هي حدا الطيور حدا الشوارع. ثم هنايا هاد الغابه هادي اللي بغى يمشي يدير فيها الغوندوني. ديالنا لقينا هاد الغنم هذا كيرعاه هنايا حتى هو. وكيما شفتوا هاد الغابه اللي وريتكم قبيله ها هي ماشي مستويه، طالعه بحال كتطلعي في شي جبل، كتبقاي طالعه غدا غدا بحال كتطلعي في الجبل، ماشي غابه مسطحه. يعني ملي كتطلعي شويه الفوق كيبان لك واحد المنظر هائل ديال المدينه. سبحان الله العظيم ما كاين حد، وكاين الامن والامان، يعني ما كيهضر معاك حتى شي حد. مدينه نقيه وزوينه بزاف، وقريبه لفاس، قريبه لإفران، يعني ترتاحي فيها وتبقاي تمشي تدوري في المناطق الاخرى. شو الدنيا كي دايره، هدوء تام. هنا دائما في
الشارع ديالها، وما كاين شوارع بزاف بحال هكا. هنا التليفون كيتزعزع عليا، ما عرفتش علاش، كان حيت كنمشي. وكاين سونتر فيل كاين لتحت، يعني بحال كتهبط كتلقى المدينه اللي كيتباع فيها كلشي، يعني بحال السويقه، يعني كتلقى كلشي في الحقيقه. وهنا في الطريق كتلقى الناس اللي كيبيعوا هاد الاشياء بحال الشريحه اليابسه. هنايا عندهم الكركاع، عندهم التفاح، هاد المنطقة فيها التفاح، وهاد الأشياء اللي كتقدر تديها معاك. وبهاد الشي بهاد المنظر هذا غادي نخليكم، ونتمنى نتلاقاكم في فيديو قادم إن شاء الله. إلى عجبكم الفيديو لايك وتعليق كما العادة، وإلى اللقاء.